هذا صابلي بخستيج، هذا مقروط الكوشة، هذه بقلاوة، يقولوا لك هذه الحلوة اللي راح تدير طوندونس هذا العام. شوفي يا اختيتو، أنا سهلة عليك ونقول لك تبعي معي الفيديو حتى الآخر. صابلي بخستيج بنتو ما تتنساش، صدقا وصدقا يا حباباتي ويا خياتي بنتو ما تتنساش. أنديليس المعنى تاع أنديليس، زيد على هكذا محشي بكريمة سبيسيال. على قد ما يهمني يخرج لي القاطو تاعي متحوف وشباب وما شاء الله، تهمني بألف مرة العجينة تاع الصابلي والكريمة، لأنه البنة راهي كامل فيها. إذا يا خياتي ويا حباباتي نقولكم مرحبا بكم في قناتكم، قناة روتين مع إيمان، وفيديو جديد ونبدأ حلوة العيد مع بعض على بركة الله. تابعوا معايا الفيديو للأخير، إذا عجبكم ما تنسونيش باللايك والاشتراك، وجزاكم الله كل خير. إذا نقولوا بسم الله، كبداية بديت 200 غرام من المارغارين كما شفتي معايا، والسيكونت اللي تبقات قارديتها ودسيتها. ولازم تكون طرية، يعني لازم تكوني خرجتيها من الثلاجة، لازم تكون درجة حرارة المطبخ. وزدت لها حبيبة بيض كاملة مع صفار تاع حبة بيض. بعدها كاس الربع تاع سكر غلاس اللي كنت غربلته، كما شفتي معايا الكاس ما كانش معمر، يعني الكاس ما لازمش يكون معمر الاعلى، كاس قل ربع. واكيد وبلا ما ننسى الرشه تاع الملح، لازم يعني لازم في كامل الحلويات هذيك الرشه تاع الملح اللي تعطي التوازن وتعطي ايضا كحافظ غذائي. بعدها حاولت نسيي نحل هذيك المارغرين اللي كانت عندي، شويه كانت الكريمه بارده هذاك اليوم، اذا حاولت نفكك هذيك المارغرين ماشي ديريكتومون نضربها. او اذا راك حتخدمي بالبيتخا اسهل وافضل بكثير، يعني حطي هذه المكونات، حطي البيتخا تاعك وديري هيدور. اذا بعد ما نكون خدمت هذاك الخليط تاعي كما شفتي معايا، نحكم الباتور ونبدا نخلط بالسرعه الاولى، وتدريجيا نبدا نزيد في لافيتاس، يعني ماشي من لو برومي طون نروح ندير فيتاس عاليه، يعني حتى هكاك الخليط تاعي ما راحش يكون متناسق، ما راحش يكون متجانس. وبشويه على شويه نبدا نزيد في لافيتاس، ونبدا نشوف كي القوام تاع الخليط بدا يتغير ويولي كريمي. هنا نحكم الكميه تاع الزيت اللي كانت عندي. انا قلت لكم ما خدمتش ب 250 تاع مارغارين، خدمت 200 مارغارين، والسيكونت اللي تبقات عليها كملتها بالزيت. والكمية تاع الزيت هنايا كانت 4 ملاعق تاع اكل، لانه نعرفو كامل لا مارغارين تخلي الصابلي تاعنا طري، وهذيك الكونتيتي الصغيرة تاع الزيت راح تخليه طري و او ميم طون يجي كروستيون، ولكن حاجة خفيفة مش حاجة كبيرة، حاجة خفيفة. صدقوني عن تجربة طويلة، هذه الكمية القليلة تاع الزيت تعطي فرق كبير في الصابلي تاعك. واكيد كما دايما ننصحكم انو الزيت نفرغوها على دفعات، يعني كل مرة نفرغو شوية كل مرة نفرغو شوية، ماشي نفرغوها على ضربة واحدة. باه نحافظو على القوام الكريمي للخليط، نحكمو سباتشيل تاع سيليكون ونحاولو نهبطو هذاك الميلونج اللي طلع لنا من الجوانب، لأنه ما تضربش مليح هذاك. وأكيد بعد ما تحصلت على القوام الكريمي اللي راني حابته، نتوقف من الباتور ونكمل بيدي ونزيد نضيف لافاني. كما شفتو معايا ضفت ملعقتين صغار تاع قهوة تاع لافاني، أو ملعقة كبيرة تاع أكل تاع لافاني. من الأفضل أنو لافاني دايما نديروها في الأخير بعد ما نكون خلطنا هذاك الميلونج تاع البيض والزبدة، يعني ما نديروهاش في الأول. وزدت معاهم 2 ملاعق كبار تاع أكل تاع كاكاو، أنا استعملت هذا النوعية تاع المرجان، جربتها بزاف هايلة، خفيفة وما تقهمش، وريحة الكاكاو فيها بزاف شابة، هذيك النوعية الجيدة اللي كامل نحوسو عليها. ايضا ضفت كاس مملوء تاع مايزينا او نشاء الذره، كاس مملوء ومغربل، وبديت نضيف تدريجيا حتى كملت هذاك الكاس. ودوكا يتبقى لي نطم العجينه تاعي بلا فارين والخميره. وباه نضيف الخميره لازم نحط شويه من لافارين، شفتي معايا غربلت شويه من لافارين، بعد حطيت الكميه تاع الخميره اللي هي ملعقه صغيره تاع قهوه، راهي باينه في الصوره.
وضفت عليها ايضا كمية على فاغين، يعني الخميرة نحطها في وسط فاغين. ونكمل نطم العجينة تاعي تدريجيا، كل مرة نضيف شوية من لافاغين المغربلة ونكمل نلم، وتوجور نخلي اليد الدوزيام أنقية، يعني نحاول ما نحكمهاش بالعجينة. وكي نبغي نتاستي إذا هذا هو القوام تاع العجينة المطلوب، نتاستي في اليد الدوزيام اللي قلت لكم أنقية. وأيضا حاولوا ما تعجنوش العجينة، يعني غير بصبعتكم لموها فقط، وزيد على هكذا العجينة تاعنا فيها الكاكاو، يعني ممسي كي تخليها تريح دوك الخمس دقائق راح تزيد تشرب، يعني ما تنشفوش العجينة بزاف. كي نلقاها تلمت سيبان صاي قلت لكم نتاستي باليد الدوزيام ونخليها تريح ان مومو، نلقاها زادت تحكمت روحها اكثر ولات شاده روحها اكثر لانه فيها الكاكاو. حطيتها في ان ساشي بروب وخليتها تريح، قيس 21 دقيقة هكذاك ولا 25 قيس ما كنت خسرت، هذوك ما عندي كانوا عندي مقبل. وعاودت رجعت العجينة تاعي حليتها بالسمك المطلوب، يعني ما حليتهاش خشينة ما حليتهاش رقيقة اللي تتحرق. نفس الشيء كما كتشوفي معايا في الفيديو، وانا خيطت هذا الشكل تاع القلب اللي تلقاوه باختو عند بائع الحلويات، يعني راه كاين متوفر. وايضا خدمت بالشكل الثاني اللي هو هذاك المستطيل الصغير، واللي تخدم بالمستطيل الصغير راح يقطع لها كميه كبيره. اذا كملت كامل طبعته، سخنت الكوشة تاعي على 180 تقريبا حتى 200، كل وحدة وكوشتها، ما يخش معاك وقت كبير في الطياب، يعني 10 دقائق 15 دقيقة وماكسيموم يكون طاب. وكي يكون الصابلي تاعي خرج من الفور سخون ما نخليهش في البلا تاع الفوغ، راح يتندالي مع البابي كويسون والسخانة. اذا يا تحطي في سلة هكا يكونوا فيها ثقوب ولا كغي تاع الخبز، ولا كما شفتوا معايا انا حطيته في هذيك السنيوة تاع البيتزا فيها شوية ذوك الثقوب، ونزيد ذوك نحطها فوق شيء اخر يعني يولي الهواء يدخلو ويبرد في راحته. وهكذا الصابلي تاعي يبقى لي كوستيا، ولو طون اللي كان الصابلي تاعي يبرد في راحته رحت وجدت لا كريم بوغ، كريمة زبدة روعة روعة روعة، خفيفة خفيفة بزاف طرية. ولكن للأسف المقطع تاع التصوير راح لي، وعد مني وعد مني راح نحط فيديو لكريمة الزبدة، يعني بعد غض أو غض نعوض لكم المقطع اللي راح لي. إذا كريمة الزبدة اللي صنعتها كان فيها كاس مملوء تاع مارغارين طرية، كاس إلا ربع تاع سكر غلاس، وكانوا عندي 3 ملاعق أكل تاع شانتي بودغ، فانيليا، ملعقة كبيرة تاع كاكاو، وايضا ملعقه كبيره تاع شوكولا اتختيني تكون نوعيه مليحه، يعني شوكولا للطلي تكون نوعيه جيده. وانتظروني يوم او يومين ما نطولش عليكم خياتي، ونحط لكم الفيديو تاع كريمه الزبده بذوق الفانيليا وبذوق الشوكولا وكيفاش نحتفظ بها اكبر مده وتبقى لي بنفس البنه ونفس القوام تاعها. اذا نحكم هذوك لي بوش ونعمر الاول بكريمه الزبده والثاني بالشوكولا اتختيني شوكولا للطلي، واللي عندها شوكولا للطلي كرانشي اللي كنت استعملتها في الفيديو السابق، يعني تجي كرانشي تجي فيها خبيبات تاع البندقه هكذا،
وتجي فيها قطع الفيريرو بزاف شابه. اللي عندها تستعمل هذيك بزاف هايله تجي مع هذا الصابلي، او حتى هذه ايضا تعطي نتيجه بزاف شابه. ونبدا ندير في المونتاج تاعي حبه بحبه. اولا نحكم كريمه الزبده ونصنع كشور كيما شفتي معايا، درت كميه مره ومن بعد عاودت المره الثانيه، يعني كشور عليتها. وفي الوسط يعني بالفراغ حكمت حمرته بالشوكولا اتختيني، شوكولا طالي الطلي كيما كتشوفي معايا في لا فيديو بالتفصيل. وايضا نفس الشيء عملته في الشكل تاع القلب، يعني شكل تاع المستطيل او شكل تاع القلب نفس الحشوه ما غيرتش. على الاطراف نحط كميه مليحه تاع كريمه الزبده، وفي الوسط نحط الحشوه. وكي نكمل نلصقهم كامل اثنين اثنين، نحكم بان سباتولا هكذا تاع كيما اللي نخدموا بها لاباتيسري، نحكم نعمر كامل الحبه يعني اللي سيها على الاطراف، باه كي نجي ندير الكلاصاج ما يكونوش كاينين فراغات. كيما راكي تشوفي معايا يعني كي حكمت الحبه على الاطراف تلقايها ليس، يعني ليسيت هذيك الكريمه الزبده على الاطراف، يعني كملت عمرتها حشيتها وليسيت الحبه. ونحطهم في الفريجيدير يحكموا ربحتهم. ونروحوا للكلاصاج واش استعملت فيه، نعطيكم انا كتجربه شخصيه شهم المواد اللي خرجوا معايا ولقيت فيهم جوده وبنه. يعني توجور الميكسي شوكولا انواغ تاع الوجدان مع شوكولا بالحليب بذوق البندق. والناس اللي جربت هذا الماركة من الشوكولا وشافتها اذا تصلح ولا لا شاركوا معايا تعليقاتكم، لربما كاين اللي صلحت معاه ولا ربما كاين اللي لا. انا الحمد لله دائما تصلح معايا وتجي بنتها روعه، خصوصا كي نخلط ما بين شوكولا سوداء وشوكولا بالحليب. اللي راهي تستعمل في نوع اخر وصلح معاها وخرج لها شباب وبنه شابه تخلي لي اسمها في الكومنتار، لربما نجربها في الفيديوهات الجايه. الباكي يجي فيه 250 غرام، انا استعملت نص من الباكي الاول ونص من الباكي الدوزيام، وزدت عليهم زوج ملاعق اكل تاع زيت. ودرتها تذوب في بان ماغي في حمام مريم، وكل مره نخلطها نخلطها نساعفها حتى تذوب كامل. ايضا امر اخر، واياكم تقلاصوا الحلوه تاعكم او تغلفوا الحلوه تاعكم بالشوكولا والشوكولا سخونه، يعني لازم هذيك الشوكولا حتى تولي دافيه حتى تبرد شويه، ماشي فاش تقلعيها في البان ماغي ولا تجبديها من الميكرووند مباشره تروحي تستعمليها، يعني وهي سخونه تستعمليها تقلاصي بها. لازم تخليها تدفى شويه تبرد شويه، سينو كي تنشف راح تبدا تتكسر، يعني ممسي الحلوه تاعك تكون مغلفه ولكن الشوكولا راح تبدا تتكسر تبدا تتفتت. خليتها حتى نقصت منها هذيك السخانه ولات شويه دافيه، وبديت نقلاصي في الشوكولا تاعي كما كتشوفي معايا. والتزيين يبقى حاجه اختياريه، كل وحده تزين بطريقتها الخاصه او بالطريقه اللي راهي مشتهيتها. كان عندي شويه لوز وشويه نوازات، النوازات قسمتها اون دو وزينت بها هذوك القلوبه، واللوز زينت بها هذوك المربعات الصغار. وايضا زدت درت لها الله الله هذيك اللمسه تاع لافيدور من فوق كما شفتي معايا، تعطي لمسه بزاف شابه بزاف كلاس. وحتى لهنا نقدر نقول لكم من الحلوه تاعنا، اللي تبغي تزيدها زين على زين تحكم الحبات تاعها ترشهم بالبغيون اليمونتير، لازم يكون ليكيد. هذوك الحبيبات الصغار تاع المستطيل حكمتهم ومسحتهم كيما هكذا بالبانسو. والنوع الثاني تاع الصابلي تاع القلوبه حكمت رشيته بالبانسو، يعني شمخ البانسو تاعي في هذاك البغيون اليمونتير ونبدا نرش في الحبات تاعي، ويعطيني هذاك الشكل اللي شغل الحبه تجي مطرشه ولا تجي كيما شفتي معايا. صراحة حلوة وعليها الكلام، يعني كي تحطيها في الميدة ولا كي ذوقوها راحين يقولوا لك يعطيك الصحة، صراحة يعطيك الصحة. بس بالذوق تاعها والتجانس تاع الصابلي مع هذيك الكريمة مع الحشو مع حتى هذاك اللوز ولا هذاك النوازات راح يعطي ذوق بزاف شباب، يعني من الحلويات اللي العين تاكل والفم ياكل. هذا واش نقول لك، وقسمت معاكم حبه باش تشوفوا النتيجه كيفاش جات. الصابلي تاعي بزاف طري كروكون، ديك لا كريم ما شاء الله روعه صراحه بزاف شباب. دوك مبقى عليا غير نقولكم ان شاء الله يكون عجبكم لا فيديو تاع اليوم ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. استنوني في لا فيديو الجايه، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه الى الفيديو القادم.